يا عم. السلام عليكم. كيفك؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ حبيب قلبي. الله عليكم. حبيبت لك افطار. يا حبيبي. بدنا نفطر سوا يا حبيبي. وهيدا وهول كعكة من سحور ما تنفحل عليك. تفضل خلينا نفوت شوي يا جوا يلا. لقيت سنانك؟ لا. وضعي يا عم. ان شاء الله اذا ما لقيتهم نعمل لك غيره ما تنفع. وين عم تنام يا عم؟ منين؟ أنا كل يوم حاضر لحد الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بدك شيء وصيه؟ يا حبيبي. حبيب قلبي أنت. بدك شيء؟ حبيبي يعني. حبيبي. مثل ما شفتوا وضعه للعم، أنا شخصياً هذا العم كتير أثر فيه، وأنا أبداً ما حقبل إنه هذا العم يضله عايش بهالظروف، أنا حأعمل اللي بقدر عليه قدر المستطاع. بالإضافة إنه في كتير فاعلين خير واصلوا معي وأمنوا ودفعوا مبالغ لمساعدة هذا العم. هذا العم بيستاهل إنه يعيش حياة كريمة ببيت نظيف بعفش مرتب بكهرباء بمي، وأنا هذا الشيء اللي حاشتغل عليه. بدنا نشوف شركة تنظف له بيته، بدنا نشيل العفش كله نكبه، بدنا نجيب له عفش جديد، بدنا نجيب له تياب، بدنا نأمن له حياة كريمة تلاقي فيه وما يكون معايش بهالظروف الصعبة جدا. حبلش بهذا الموضوع بمبادرة مني واللي أنا بقدر عليه بلس الأشياء اللي تضرعوا فيها فاعلين الخير، واللي بيحب يساهم معنا بهذا العمل الخيري اكيد يتواصل معي. خليكم اوريجينال. لحاله قرر يعمل مبادرة فردية من 2019، بعد عن الطبخ، بعد عن المطبخ، بعد عن هيدا الموضوع اللي هي مهنته الأساسية، ولكن قرر بهالشهر الفضيل أنه هو يرجع يقدر يساعد على قدر المستطاع وعلى قدر ما الناس كمان توقف حده وإلى جانبه، أنه هو يوقف حد الفقير ويزرع له بسمة على وجهه طيلة هيدا الشهر. من أول نهار برمضان بلش يطبخ وبلش يوزع حصص غذائية على الناس بشكل عشوائي، يعني إذا بتتابعوا صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرف أنه هو منه محضر ناس، منه محضر لمين بده يعطي هالحصة الغذائية، ولكن عن خبرة صار بيعرف مين المناطق الأكثر فقرا خليني أقول والناس الأكثر حاجة. كل التفاصيل رح نعرفها من الشيف محمد نبيل حمود يلي هو شيف ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. مبادرة فردية 100%، ولكن قد ايه صعبة المبادرة الفردية بتكون؟ يعني ايد لحالة وبدها تزقف. ما بتزقف، صعب كتير ومتعب كتير الموضوع، بس تشوف النتيجة، لأنه أجمل شعور ممكن تحسي فيه هو شعور العطاء للناس. صحيح. اللي بتستاهل، والعطاء بدون مقابل، انت ما طالب شيء ورديت فعل الناس، فبس تشوفي هذا الشيء بيغطي على التعب وعلى الأشياء التانية اللي عم تكون موجودة. فأنا عم بقدر أعمل الأكل لحالي وروح وزع لوحدي وعم صور لوحدي وعم بعمل اصلا الاديت للفيديو لوحدي وعم برجع نظف بيتي لوحدي، فهيدا الخبريه كلها عم بعملها لوحدي. بس لما اشوف النتيجه فهيدا كله بتنسي صراحه. بس انت يوميا يعني ما اخذت بريك ابدا بهالشهر؟ اليومين اخذت بريك هلا اللي مرقوا، بس اللي مرقوا لانه لاسباب. صح. يعني انت ذكرتها، بس صح. انا قصدي انه يوميا ومن اول. صح. الشهر كنت عم بتقوم بهيدي المبادره. كيف كنت عم تنقي الناس؟ يعني بشكل عشوائي، ما نقيت حدا، انا بحط الاكل بالسياره بس يصيروا جاهزين وببرم ببيروت، بس ببرم بمناطق معينه يعني معروف انه حيكون فيها ناس محتاجه لهيدا الشيء، فبشكل عشوائي في اشخاص معينين عم يكونوا ثابتين محلهم كنت عم ضلني اتكرر عليهم. والباقي بشكل عشوائي. في شغله عملتها محمد عنيت لي كثير، يعني كنت عم تجيب حصه غذائيه من خليني اقول ماركت صغير. صح. يعني مثل هو محل ببيتنا حد الحي يعني. صح. بكون فكتير قليل الناس يمكن يلي بتفكر تروح على هالمحلات الصغيره لتشجعها. بتعرف يمكن اليوم صارت العالم اكثر معوده على السوبر ماركت الكبيره، بس ما بتعرف انه هو يعني من عرق جبينه وقاعد. صح. كل النهار يمكن يربح القليل القليل من الماركت الصغيره تبعه. مزبوط. انا رايح اعمل عمل خير فبعمله على الجهتين، يعني في محلات فعلا ما حدا بفوت لعندها كل النهار. ليه بدي اروح اشتري انا من سوبر ماركت كبيره هي فعلا منها بحاجه؟ بشتري نفس الاغراض من سوبر ماركت صغيره. واغلبيه الاوقات عم كون عم بعطيهم شوي زياده، يعني انا عم كون عم بدعمهم بطريقه غير مباشره، هني ما بيحسوا انه انا عم ساعدهم او شيء. انا جيت اشتريت من عندك اغراض.
ضل شوية مصاري خلص ما بيأثر اتس اوكي وهيك بكون انا فدت الطرفين يعني اشتريت الاغراض من ناس محتاجه مساعده واعطيتهم لناس محتاجه مساعده مزبوط. كمان محمد في فاعلين خير. الحلو بالفيديو يلي شفناه انه ما عم نشوف ابدا وجوه الاشخاص يلي عم بتساعدها وكمان لما حدا يقدم خليني اقول اكل حيلا مساعده من نوع شو ما كان نوعه كمان ما تذكر الاسم صح. هل هيدا كان اذا بدك الشرط يلي انت مشيت في من البداية؟ هلا أنا حطيت هيدي الشروط أكيد بس كل فاعلين الخير هني أساساً بس حدا قدم شيء خبرني إنه ما تحط اسمي وحتى لو خبرني تحط اسمي أنا بكنت ححط لأنه اللي بده يعمل خير ما المفروض يطلع يكون عم يتفاخر فيه يعني قدام الناس. وبخصوص وجوه الناس أكيد ما ححط وجوههم لأنه في ناس قد ما كانت محتاجة ما بتقبل هيدا الشيء على نفسها وهذا الشيء بتعز عليها نفسها يعني فأنا ما كنت عم صور وجوه أساساً واللي بيّن وجهه كنت عم خبيله إياه يعني كل شخص أنا ساعدته الناس ما بتعرف مين هو مزبوط. في أشخاص صارت نعرف وين مناطقهم ما في مشكلة اللي بده يساعدهم بيقدر يساعدهم بس ما في داعي إذا أنت عم تساعدي حدا تصوري له وجهه وتكوني عم تحطيه يعني بخانة الإحراج لأنه في ناس بتنحرج حتى لو سألتيها بتقلك أوكي بس هي بينه وبين حالها بتكون يعني متضايقة من هذا الشيء بس لأنه بعازة حتغطي على هذا الموضوع. محمد كلنا بنعرف انه البلد فيه فقر كتير وفي ناس جوعانة وفي ناس محتاجة والافطار السنة منه على كل العالم بطريقة متساوية ولكن بخبرتك على الارض لما تنزل على الشارع غير ما تكون عم تسمع سماعية صح. قدي كانت اذا بدي اقول الصدمة او شو هي الصدمات يلي كنت عم تتلقاها من خلال هيك لما تمشي لما تسمع لما تشوف وجع الناس؟ انا ما كنت متوقع انه فيها هالقد ناس بحاجة لأنه نحن بحياتنا ببيته الواحد رايح عند رفقاته يعني المطارح اللي عم نبرم فيها ما كتير عم ببرم بالمناطق اللي أنا عم روح عليها ففي صدمات يعني كتير في فئة من الناس عم تشتغل ما بدها تشحد عم تشتغل مثلا على حاويات الزبالة عم تلم بلاستيك لا تقدر تبيعهم هيدا قد ما جمع وقد ما عمل ما حيقدر يعمل شيء آخر النهار. اللي شفته عند العم أبو خضر صدمني وأنا مأكد أنه في كتير ناس مثله يعني ناس عايشة لوحدها ما عندها حدا يطلع عليها ما قادرة تعمل شيء وما عندها القدرة أنه تقدر تاكل يعني أبسط حقوق الإنسان أنه يقدر يأكل ما عندهم إياها فأنا صدمت أنا ما كنت متوقع أنه فيها القد يعني أنا المبادرة كانت صغيرة أول ما بلشت كنت أقل بعدين صرت تزيد الحصص لأنه صرت تشوف أنه في ناس أكتر بحاجة وخليني أقول أنت لحالك عم تطبخ لوحدك يعني كم حصة تقريبا عم تقدر تعمل 20 يعني. هلأ 20 لأنه بدون وقت بدون شغل يعني بدون شغل أنت عم تطبخ ببيتك صح ببيتك بمطبخ صح يعني مش إنه كمان حتى مش لا بمطبخ هلأ السنة الجاية لأنه حبيت الخبرية بدي أشوف كيف بدي وسع الموضوع أكتر مش معقول تبقى كل السنة بنفس الطريقة ما بقدر صعب. لأنه متعب على جميع الأصعدة ومكلف كتير بس أنا من الأساس أنا بس كون عم بعمل الكونتنت الأساسي تبعي أنا مسميه كوكينج آرتست كل يوم عم صور فعم يزيد عندي أكل أنا ساكن وحدي فعم يزيد عندي أكل فهذا الأكل أنا كنت أعطيه بالمنطقة عنا مثلا الشباب اللي بيشتغلوا على الترومبا أو شيء هيك مثل أصحاب نحن وياهم فأعطيهم منه فمن هون هي كبرت انطلقت الفكرة لأنه وسعها أكتر فهذا الشيء حيضل موجود في أشخاص ما فيني خلص ما بقى فيني أقطعون يعني عم أبو خضر ما بقى فيني أقطعون نهائيا وفي أشخاص مثله كمان حضلني كل يوم يعني دايما أذكرهم بأشياء حتى لو مش ما كنت عم صورهم وبتخلق يعني حسيت هلأ ذكرت العم أبو خضر كذا مرة أو شي سلامته لأنه عرفت أنه انكسرت إجره بتحس بتخلق علاقة من نوع ما مزبوط. بينك وبين هالشخص اللي عم تساعد صح. لما بتفوت على عمق حياته على خصوصياته على بيته هيدا الشي بيكسر حاجز عدم المعرفة صح بالأول كان كتير لأنه شخص عايش لوحده كان كتير هيك بيحاول يتصدق يعني هيدا كمان. بعدين أمل لي صار بس يشوفني ينبسط يضحك حبيبي حمودي صار يعني صار في صار في هيك مشاعر صرت حب صرت حب روح شوفه أنا وصرت أقعد أتحدث أنا وياه مرة قضيت نهار عنده صرت أتحدث أنا وياه يحكي لي قصص قديمة وهو فعلا ما كان يحكيهم لحدا يعني حسي إنه شخص غامض لأنه عايش لوحده ما عنده حدا وبعدين أمل لي وصار يعطي يعني صار يفوتني أكتر بحياته حديثه وماضيه والقصص
فأكيد هذا الموضوع حلو. هلأ رح تكفي بالحصص صح؟ غذائيات لختام الشهر الفضيل. بس خلص من هون رايح كفي رايح على المطبخ دغري. المطبخ دغري. يعطيك ألف عافية. وهلأ هل رح توسع كمان نطاق المناطق يلي عم بت أنا دائما ما عم روح على نفس المنطقة، أنا دائما عم ببرم بكل المناطق، يعني في كذا منطقة عم ببرم فيها، ماني ثابت بمنطقة واحدة، فما بكون عم فكر وين بدي روح، بس اطلع بالسيارة عم بمشي وعم تزبط الأمور. ايه اوقات ما بكون بمنطقة واحدة، يعني بوزع شوي هون شوي هون شوي هون حسب ما التقى بناس على الطريق. شكرا كثير لك محمد ولا. يعطيك ألف عافية وشكرا على هالمبادرة يلي عم توقف من خلالها إلى جانب كثير من الأشخاص اللي هني عن جد بحاجة وعسكت، يعني في ناس يمكن موجوعة من جوا بس ما بتحكي وما بتطلع وجع على برا. شكرا وأهلا وسهلا.